معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد نظير الكندوري، مرحبا بك. إذا كيف تنظر إلى هذه الضربة الجوية التي أسفرت عن قتل 3 من أفراد الحرس الثوري الإيراني و2 من ميليشيات الحشد؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة هذه الضربة اليوم هي تنبئ بأن الولايات المتحدة والغرب بشكل عام قد طوى صفحة قديمة وابتدأ بصفحة جديدة، طوى صفحة يعني التعامل السياسي مع العاملين السياسيين في العراق ومع الموالين لإيران في العراق، وبدأت باللغة الثانية أو ممكن أن نسميها باللغة الخشنة في التعامل مع هؤلاء، بحيث ان يعني هذا دليل على احباط الولايات المتحده من عادل عبد المهدي وقراراته التي لم تترجم الى حل للحشد الشعبي. فجاءت هذه الضربه ترجمه على ان الولايات المتحده هي عازمه بشده على ان تضرب اي تواجد لميليشيات ايران سواء في العراق او في مناطق اخرى. نعم، ولكن هذه الغارة على المعسكر جاءت في أثناء اجتماع قادة إيرانيين مع أفراد ربما قيادات من ميليشيات الحشد، ألا يعني ذلك أستاذ نظير أن جهة يعني عالية التدريب هي من قامت بهذه الغارة والهجوم؟ بالتأكيد، يعني المعلومات الاستخباراتية التي هي الولايات المتحدة نفسها أعلنت بأن هناك صواريخ قد تم يعني جلبها من إيران إلى تلك المنطقة، وبالتأكيد هذه الصواريخ يعني هي ستكون عامل مهدد للقواعد الأمريكية بالعراق أو حتى لإسرائيل، وبالتالي هي أخذت الموعد المناسب لاجتماع مثل هكذا قيادات رفيعة المستوى لضربها وإعطاء درس موجع للنظام الإيراني في تلك المنطقة. يعني أنا أرى أن الأمور متجهة لربما إلى تصعيد أكبر. هذه العملية ربما لن تكون هي الوحيدة، إنما باكورة لأعمال أخرى جديدة. وعلى الرغم أخي الكريم من أن البنتاغون أعلن عدم اشتراكه في تلك الضربة، فبالتأكيد أن الطرف الآخر هي إسرائيل من قامت بهذه الضربة، وهذا أنا ترجح ذلك سيد نظير؟ يعني نعم، هو تبادل أدوار ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على اعتبار أن الولايات المتحدة حاليا لا تريد أن تزج اسمها في ضربات مباشرة لتلك الميليشيات خشية على كادرها الدبلوماسي في السفارة الأمريكية في بغداد وكذلك القواعد الأمريكية أيضا. لكن الشيء تفضل يا سيد نظير تفضل. الشيء الأكثر يعني مفارقة أن الحشد نفسه لم يقول بأننا تعرضنا إلى ضربات جوية، إنما قال هناك تعرض من داعش علينا، وهذا يعني أنهم وصلوا مرحلة من الجبن لأنهم لا يستطيعون أن يردون على تلك الضربات، لأنهم فيما سبق قالوا أن أي ضربة تقوم بها إسرائيل علينا سنرد على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وبما أنهم ليسوا بالمستوى الذي يستطيعون أن يردوا على القوات الأمريكية فهم يقولون بأن داعش قد تعرض على تلك المناطق ودخلنا في معركة. التحالف الدولي أكد أنه رصد نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى معسكر في ناحية تامري بمحافظة صلاح الدين، هل تعتقد أنه ربما قد يكون التحالف الدولي وأمريكا جزء منه طبعا هو من نفذ العملية؟ أنا يعني ما أرى أنه هو هذا تنسيق عسكري أو تبادل أدوار ما بين قوات التحالف وما بين إسرائيل كما حصل في سوريا. يعني نعم كما يحصل في سوريا، فأيهما يكون أقل ضررا عليهم هو من ينفذ. وأنا يعني بالتكذيب البنتاغون الذي أعلن ويعني أعلن عدم مسؤوليته عن هذه الضربة، فمن المؤكد بأن الطرف الآخر هي إسرائيل، لا يوجد غيرها. ويعني الآن نريد نرى مدى صحة يعني أقوال الإيرانيين وصحة أقوال قادة الميليشيات بأنهم سيردون. يعني هذه وهنا السؤال، يعني هنا السؤال سيد نظير، هل تعتقد أن الأمور ستتصاعد تتوتر أكثر وربما هناك ضربات أخرى كما أشرتم
للحرس الثوري وميليشيا الحشد، وكيف سيكون الرد من الطرف الآخر؟ أنا فقط أريد أن أجمع هذه الخيوط. يعني هذه الضربة ليست هي جاءت يعني وليدة من لا شيء، فنحن نعلم أن زيارة عادل عبد المهدي قد تم إلغائها، وتم تفسير هذا الأمر بأن الإدارة الأمريكية منزعجة من قرارات عادل عبد المهدي فيما يخص الحشد. أضف إلى ذلك يعني القرارات الخزانة الأمريكية بإنزال عقوبات على قادة من الحشد وشخصيات سياسية أخرى، أضف إلى ذلك التصريحات القوية التي قام بها حيدر العبادي فيما يخص الحشد وانتقاداته أيضا للحكومة، هذه كلها مترابطة، لربما الأمور تتجه إلى فوضى خلاقة من بعدها سيعيدون ترتيب الأوضاع في العراق بما يخدم المصالح الأمريكية. شكرا جزيلا لك. هذا من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي العراقي السيد نظير الكندوري.